جزاكم الله خيرا من الأسئلة التي وردتنا. شيخ صالح قبل بداية البرنامج يسأل عن أبرز كتب الإمام النووي، يقول وأرجو نبذة عن هذا العالم الفذ. الإمام النووي عالم جليل في فقه الشافعية، وعالم جليل في علم الحديث، وعالم في اللغة العربية، فهو إمام جليل في كثير من العلوم، وله مؤلفات في كل فن من تخصصاته، فله مؤلفات في الفقه وهي كثيرة ومعلومة في المذهب الشافعي، ومن أشهرها المجموع شرح المهذب لو أنه كمل، ومن مؤلفاته في الحديث رياض الصالحين والأربعون النووية وشرح صحيح الإمام مسلم، الشرح الجيد الموجز المختصر المفيد، فله سبق في العلم والتأليف. ومع قصر يعني عمره رحمه الله، إلا أن الله جعل فيه البركة والخير الكثير. نعم.